حبيت المركز الجماهير كثير عشان المعلمات من ناحية كثير والفعاليات حلوة كثير. اليوم أجا عنا الأستاذ حسين عملنا كثير فعاليات حلوة. أتمنى كل أم الفحم تعمل فعالية تيجي على مركز الجماهير عشان حلوة كثير. حبيته هذا رابع يوم والولاد اللي ما أجوش خسروا وسوينا فعاليات وأجا أستاذ حسين سوينا حركات وسوينا ورشات فنون. المخيم كثير حلو والمعلمات ملاحة كثير. احنا بالمخيم الجماهيري رجع لنا استاذ حسين ولعبنا وعلمنا حركات وفتحنا غنينة واكلنا واحنا على الريحة وكيفنا وهذا. واحنا اليوم رابع يوم عملنا اشياء حلوة كتير كتير.